اي جمله بنقولها في اي لغه بتبقى مكونه من اجزاء، لما بنربطها مع بعض بتكون جمله مفهومه. فعلشان تكون قادر تكون جمله في الانجليش لازم تكون عارف الاجزاء دي. فهنتكلم النهارده عن اجزاء الكلام. لما بنقول جمله غالبا يا اما بنقول ان في حد عمل حاجه، يعني جمله فيها فعل وفاعل ومفعول. الفاعل ده اسم الشخص اللي فعل الفعل، والمفعول ده اللي اتعمل فيه الفعل. يا بنوصف حد او شيء بحاجه، يعني جمله فيها صفه. ودول اشهر صيغتين لاي جمله هيشكلوا معظم كلامنا. أمثلة: أحمد يأكل تفاحة. هنا الفعل يأكل، مين بقى اللي بيأكل الفاعل؟ اللي هو أحمد، وده الفاعل. إيه اللي بيتاكل؟ التفاحة، يبقى دي المفعول. مثال تاني: السماء صافية. يبقى هنا أنا بوصف السماء إنها صافية، يبقى هنا صافية دي وصف أو صفة. البنت جميلة، الرجل طويل، يبقى أنا بوصف شخص أو شيء بصفة معينة. زي ما لاحظنا إن الجملة بتتكون من أجزاء مترابطة زي الفعل، الاسم، وده ممكن يكون فاعل او مفعول. ولو مش عايزين نذكر الاسم بشكل صريح ممكن نبدله بضمير يعبر عنه. فبدل ما نقول احمد يأكل التفاحة هنقول هو يأكل تفاحة. بدل ما نقول البنت جميلة هنقول هي جميلة، هي بتعبر عن البنت. الضمائر اللي هي انا، انت، هو، هي كده، وهي نفسها موجودة في اي لغة. الصفة، ودي بنوصف بيها الاشياء. اما لو عايزين نوصف فعل بيبقى اسمها حال او ظرف. يعني الصفة بنوصف بيها اسم والحال بنوصف بيه فعل. فممكن نقول الفهد سريع. انا هنا بوصف الفهد بانه سريع، الفهد ده اسم يبقى سريع صفة. لكن لو قلت الفهد يجري بسرعة يبقى انا بوصف الجري او الفعل يجري بانه بسرعة. بسرعة دي بقى بقت حال او ظرف، يعني صفة بتوصف الفعل. عشان نربط الأجزاء دي ببعضها هنحتاج أدوات مساعدة زي حروف الجر وحروف العطف. الاسم، الاسم في الإنجليش يعني نون. أي حاجة بتحب تتكلم عنها بتقول اسمها عشان الناس تعرف أنت بتتكلم عن إيه. لو بتتكلم عن حاجة بصفة عامة بيكون اسم عام، أما لو حبيت تتكلم عن حاجة محددة بعينها ده اسم علم. يعني مثلا لما أقول الرجال كده أنا بتكلم عن الرجال بصفة عامة، لكن لما أقول أدهم فده اسم علم لاني حددت شخص بعينه. واسم العلم بيتقال كده زي ما هو ومش بيخضع لاي قواعد، لا له صيغه مفرد وجمع ولا معرف ونكره. اما الاسم العام ممكن يكون ليه صيغ مختلفه. لما تكون بتتكلم عن شيء مجهول بتستخدم ادوات التنكير، اما لو بتتكلم عن شيء معروف بتستخدم ادوات المعرفه. فمثلا لما اقول قابلت رجلا كده مش بتكلم عن حد معين معروف للي بوجه له الكلام، مجرد رجل وخلاص. لكن لما اكمل الجملة واقول الرجل قال لي كذا، هو كده بقى عارف انا اقصد انه رجل اللي هو انا قابلته في الجملة اللي قبلها. لما ذكرت رجل غريب مجهول للمرة الاولى كان نكرة، يعني غير معروف. لكن لما اتكلم عنه بعد كده بقى معروف او معرف، يعني المستمع بقى عارف انا بتكلم عن مين. لما كان مجهول قلت رجل، لكن لما اصبح معروف قلت الرجل، زودت ألف ولام قبل كلمة رجل، ودي أداة التعريف في اللغة العربية. في العربي مفيش أدوات تنكير فما بحطش حاجة قبل الكلمة، لكن في اللغات الأخرى في أدوات للتنكير. تعالوا نطبق ده بقى في الإنجليش. أداة التعريف اللي شبه الألف واللام في العربي في الإنجليش اسمها ذا. وأداة التنكير تبقى اللي هو حرف الإيه في اللغة الأبجدية في الإنجليش، ده في حالة المفرد. لكن في حالة الجمع ما بستخدمش أداة تنكير زي في العربي كده. فمثلا كلمة مان يعني رجل، لو حبيت أقول الرجل يعني كلمة معرفة بستخدم أداة التعريف اللي هي ذا، فبقول ذا مان. أما لو حبيت أقول رجل كده وخلاص مش حد معين بستخدم أداة التنكير اللي هي حرف الإيه، فبقول آمان آمان. لكن خد بالك في حالة الجمع ما بستخدمش أداة التنكير. جمع كلمة مان من يعني رجال، فلو حبيت أقول الرجال هقول ذا من عادي. لكن لو قلت رجال مش معرفة هقول من بدون أي أدوات. حرف إيه صوته يشبه الهمزة في العربي. لو عندي كلمة مفردة نكرة نطقها بيبدأ بهمزة برضو، صعب أنطق همزتين ورا بعض. فمثلا كلمة تفاحة يعني أبل مش هقدر أقول آ أبل، فهنخليها أن أبل عشان أسهل نطقها على نفسي. برضو كلمة زي إليفنت مش هقدر أقول آ إليفنت، لكن هقول آن إليفنت. طب خد الكلمة دي وقول لي هتقولها ازاي. كلمة اور يعني ساعة زمنية، هتقولها ازاي في حالة النكرة؟ فكر كده وقول لي. اكيد مش هقول ا اور لكن هقول ان اور.
نفس الكلام an umbrella يعني شمسية. نراجع كده بسرعة كل الحالات. الاسم المعرف بنستخدم قبله أداة التعريف the، سواء كان مفرد أو جمع، زي the man يعني الرجل، the woman يعني المرأة، the boy يعني الولد، the girl يعني البنت. الاسم النكر المفرد بنستخدم معاه a أو an، لو نطقه بيبدأ بهمزة يبقى an، غير كده a، زي a man رجل بس مش حد معين، a woman امرأة، a boy ولد، a girl بنت، an apple تفاحة، an hour ساعة زمنية، an elephant فيل، an umbrella شمسية. وفي حالة الجمع ما بنستخدمش أدوات نكرة زي girls boys بدون أي أدوات. وافتكر إن اسم العالم زي اسم شخص زي مثلا أحمد، لا بنستخدم معاه أدوات ولا بيكون مفرد أو جمع ولا بنشغل بالنا بأي قواعد خالص. الضمائر pronouns، ودي بتحل محل الأسماء في الجملة لو أنا مش عايز أذكر الاسم بشكل صريح، يعني بدل ما أقول أحمد يأكل التفاحة هقول هو يأكل التفاحة. الضمير ممكن يكون فاعل أو مفعول أو ضمير ملكية أو ضمير منعكس. بيكون فاعل لما بيحل محل الشخص أو الشيء اللي فعل الفعل، وبيكون مفعول لما بيتعامل فيه الفعل، وبيكون ضمير ملكية لما بيعبر عن الشخص أو الشيء اللي بيمتلك الحاجة اللي بنتكلم عنها، وبيكون ضمير منعكس لما الفاعل بيبقى هو نفسه المفعول، يعني حد عمل حاجة في نفسه. فاحنا عندنا الضمائر 4 أنواع: ضمائر الفاعل أو subjective، دي ضمائر الفاعل، وضمائر المفعول objective، ضمائر الملكية possessive، والضمائر المنعكسة ريفلكسيف. وزي ما احنا عارفين في اللغة العربية ان الضمائر بتنقسم لثلاث اقسام: ضمائر متكلم، وده اللي بيتكلم او اللي بيقول الكلام اللي هو انا او نحن، وضمائر المخاطب او المستمع اللي هو بيسمع اللي بوجه له الكلام اللي هو انت او انتي او انتم او انتن، وضمائر الغائب اللي هو الشخص الثالث اللي بنجيب سيرته اللي هو هو او هي او هم او هن. ضمائر المتكلم انا يعني اي، وجمعها وي يعني نحن، وضمائر المستمع اللي هي أنت أو أنتي أو أنتم أو أنتن، كلهم في الإنجليش معناهم يو، يبقى يو دي بتيجي للمفرد أو الجمع أو المذكر أو المؤنث على حد سواء. يو يعني أنت أو أنتي أو أنتم أو أنتن، سواء مفرد أو جمع. ضمائر الغائب هو وهي، هو يعني هي وهي يعني شي. وفي عندنا كمان it، ده للمحايد، ده لما ببقى مش عارف اللي انا بتكلم عنه ده مذكر ولا مؤنث بشكل محدد فبستخدم it، وملوش اي علاقة بالعاقل او غير العاقل، هو ليه علاقة بالمحايد. فلو عندي مثلا baby انا مش عارف ومش متأكد هو مذكر ولا مؤنث، فمش هستخدم he او she، هستخدم it، تبقى ده للمحايد، معنى هو او هي برضو بس للمحايد. جمعهم they يعني هم او هن. لما الضمير بيجي في المفعول شكله بيتغير شوية، زي برضو في اللغة العربية. في المفعول ده اللي هو الشيء او الشخص اللي بيتعامل فيه الفعل، فانا في المفعول بتبقى me، فلما بقول انا بعمل كذا هنا انا اللي بعمل الفعل، يبقى انا الفاعل، يبقى هتيجي اي. لكن لما اقول
فلان بيعمل فيا كذا، يبقى انا اللي بيتعامل فيه الفعل بقيت مفعول، يبقى هقول مي. تعالوا ناخد مثال، لو انا هقول مثلا انا احبك، طيب وي اللي هي نحن في المفعول بتبقى اس، يو انت او انتي او انتم او انتن في المفعول بتفضل يو زي ما هي، هي يعني هو بتبقى هيم، وشي هي بتبقى هير، ات بتفضل ات زي ما هي، they يعني هم او هن بتبقى them. تعالوا ناخد امثلة عشان نثبت الموضوع اكتر. لو انا عايز اقول مثلا انا احبك، يبقى انا ده ضمير في حالة الفعل، عشان انا اللي بعمل الفعل انا اللي بحب، يبقى اي انا في حالة الفاعل، انا في حالة الفاعل بيبقى اي. طيب يحب يعني love، عايز اقول انا احبك انت، يبقى انت في حالة المفعول، انت اللي هي يو في حالة المفعول بتفضل يو زي ما هي، يبقى I love you. طب لو عايز اعكسها، لو عايز اقول انت تحبني، انت ده فاعل، يبقى انت في الفاعل يو، يحب خلاص اتعلمناها يعني love. طيب انا انت تحبني انا، يبقى انا بس في المفعول، يعني انا اللي بيتعامل فيا الفعل، انا اللي بتحب، يبقى انا هنا بقيت مفعول، فعايز اقول انا اللي هي اي بس في المفعول تبقى مي، يبقى هقول مي، يو لاف مي يعني انت تحبني. بنفس الطريقه لو عايز اقول نحن نحبهم، نحن اللي هي وي، اهي نحن اللي هي وي ده فاعل عادي فهستخدمه عادي جدا، وي ويحب يعني لاف، خلاص حفظناها بقى. نحبهم يبقى هم، هم اللي هي they بس في المفعول هتبقى them. طب لو عايز اقول هم يحبونا العكس، هم اهي هم يعني they love يحبونا، يبقى نحن بس في المفعول، نحن اللي هي we بس في المفعول بتتحول ل us، يبقى they love us. يبقى الضمائر دي هي ضمائر الفاعل اللي هي السبجكتيف، والضمائر دي هي ضمائر المفعول اللي هي الاوبجكت. ضمائر الملكيه، ودي بتحل محل الشخص او الشيء اللي بيمتلك حاجه معينه. فلما اقول مثلا كتابي، كتابك، كتابه، يبقى بي او كتابي اللي هو كتابي انا، دي ايه؟ بمتلك، انا اللي بمتلك الكتاب. كتابك يبقى انت صاحب الكتاب، كتابه يبقى هو صاحب الكتاب. فضمائر الملكيه بقى بتبقى ازاي؟ اي في الفاعل بتبقى ماي، هقول ماي بوك يعني كتابي، نحن تبقى اور بوك يعني كتابنا، يو اللي هو انت او انتم تبقى يور بوك يعني كتابك او كتابكم، هي هو يبقى اقول كتابه، هي بتبقى هيز، اما شي بتبقى هير بوك يعني كتابها، هيز بوك كتابه، ات بتبقى ات، ذي هم بتبقى ذير، لما اقول ذير بوك يعني كتابهم. لو انا بقى مش عايز اذكر الشيء اللي هو الكتاب ده، عايز اقول الكتاب بتاعك او حاجتك، يعني اللي هو من غير ما اذكرها صراحة، حاجتي، حاجتك، حاجته، حاجتها، مش عايز اقول ايه صراحة، فكل اللي انا بعمله ان انا بزود على ضمير الملكية حرف اس، يعني لما بقول our book يعني كتابنا، لما اقول ours يبقى بتاعنا كده، نفس الكلام your book يعني كتابك، لكن لو مش عايز اذكر book صريحة هقول yours، his book يعني كتابه، لكن لو مش عايز اذكر صريحة هي اصلا فيها اس فمش هزود اس، خلاص تبقى his برضو، her يعني كتابها her book، لكن لو مش عايز اذكر book هقول hers يعني حاجتها، its برضو فيها اس في الاخر فمش هزود اس، هتفضل اس زي ما هي، there هتبقى theirs، my بقى الحاجة الوحيدة اللي مختلفة هتبقى mine، يعني يا اما اقول my book يا اما اقول mine من غير ما اذكر الكتاب.
تعال ناخد أمثلة. هقول مثلا this is، يعني هذا هو. عايز أقول كتابي، يبقى كتابي أنا، أنا اللي هي I بس في الملكية هتبقى my، فهقول this is my book. طيب لو أنا مش عايز أقول my book هقول إيه؟ mine. يبقى أنا ممكن أشيل my book وأحط مكانها mine، this is mine أو this book is mine. طيب لو عايز أقول كتابك يبقى this is، عايز أقول كتابك أنت يبقى أنت اللي هي you تبقى your، يبقى هقول your book، your وبوك خلاص حفظناها يعني كتاب your book. طب لو مش عايز أذكر الكتاب هقول إيه؟ هقول yours، بزود اس بس على ضمير الملكية، يبقى this is yours يعني ده بتاعك أو دي حاجتك. طيب لو عايز أقول كتابنا، كتابنا احنا يبقى نحن اللي هي we بس في الملكية بتبقى our، يبقى هقول our book. طب لو مش عايز اذكر book هقول ours، this is ours يعني ده حاجتنا. نفس الكلام لو عايز اقول كتابه هو اللي هي he يبقى his book او his، طبعا هي اخرها اس فمش هزود اس خلاص. عايز اقول كتابها، كتابها اللي هي هي بس في الملكية her، يبقى هقول her book او hers. نفس الكلام بقى عد انت على جميع الضمائر عشان تدرب نفسك. الضمائر المنعكسة او reflexive pronouns، ودي بنستخدمها لما الفاعل بيبقى هو نفسه المفعول، يعني بقول ان حد عمل حاجة في نفسه. فيلا بينا بقى نتعلمها. اي اللي هو انا، الضمير المنعكس، الضمير المنعكس ده بيكون شبه اما ضمير الملكية او ضمير المفعول بس بزود عليه self في حالة المفرد والselves في حالة الجمع. تعالوا كده، اي اللي هو انا هيبقى ماي شبه ضمير الملكية وبس بزود عليه سيلف او سيلفز، طبعا سيلف هنا عشان اي ده اللي هو انا ده مفرد، لكن في حالة وي اللي هو نحن ده جمع فساعتها هنزود ايه سيلفز. ضمير المنعكس شبه ضمير الملكية اللي هو اور بس هزود عليه سيلف ولا سيلفز، سيلفز طبعا عشان ده جمع اور سيلفز. طيب اللي بعدها يو، يو معنى انت او انتي او انتم او انتن، يبقى هي ممكن تيجي للمفرد او الجمع. في حالة المفرد هتبقى شبه برضو ضمير الملكية اللي هو يور وبزود سيلف، دي معناها انت او انتي، لكن لما تبقى جمع انتم او انتن بدل ما بزود سيلف بزود سيلفز، يبقى هقول يور سيلفز، يور سيلفز. هو يعني هي ضمير المنعكس لو بنفسه هتبقى شبه ضمير المفعول him self، طبعا self عشان مفرد. نفس الكلام هي اللي هي she هتبقى ضمير المنعكس هيبقى هو نفسه ضمير المفعول وهزود self عشان هي مفرد، يبقى herself. it بنفس الكلام هتبقى it self. they تبقى نفس ضمير المفعول them بس هزود selves عشان هي جمع، يبقى themselves. خد بالك ان في ضمائر المتكلم والمستمع اللي هو انا ونحن ده المتكلم وانت وانت وانتم وانتن ده اللي هو المستمع، ضمير المنعكس بيبقى شبه ضمير الملكية بس بزود عليه سيلف في حالة المفرد والسيلف في حالة الجمع. اما بقى ضمائر الغائب ضمير المنعكس بيبقى شبه ضمير المفعول وبقى برضو بزود عليه سيلف او سيلف. تعال بقى ناخد امثلة عشان نثبت المعلومة. لو عايز اقول انا بكلم نفسي، انا اللي هو اي ده ضمير فاعل عادي جدا، اي يكلم يعني talk to، talk to يعني يكلم او يتحدث يعني talk to. عايز اقول نفسي، نفسي انا اللي هو انا اي بس في ضمير المنعكس تبقى ايه myself يعني نفسي او بنفسي، يبقى myself. I talk to myself يعني انا بكلم نفسي، I talk to myself. طب لو عايز اقول انت بتكلم نفسك يبقى هقول ايه you وضمير المنعكس بتاعها yourself، يبقى هقول you talk to yourself. طب لو عايز اقول مثلا احترم نفسك، احترم يعني respect نفسك، انت انت اللي هي you فبالتالي الضمير المنعكس بتاعها يبقى yourself، يبقى yourself.
احترم نفسك، respect yourself. ده في حالة respect yourself، يبقى احترم نفسك يعني respect yourself، ده احترم نفسك او احترمي نفسك، ده في حالة المفرد. لكن لو هي جمع بقى، لو هي جمع قلنا ما بنقولش self، بنزود selves بدل self، يبقى هتبقى yourselves. respect yourselves يعني احترموا نفسكم، respect yourself احترم نفسك، respect yourselves احترموا نفسكم. طيب عايز اقول مثلا هم يقدروا يساعدوا نفسهم، هم اللي هي they، والضمير المنعكس بتاعها themselves، يبقى هم يقدروا يعني can يساعدوا help نفسهم، قلنا they تبقى themselves، يبقى they can help themselves يعني يقدروا، هم يقدروا يساعدوا نفسهم. طيب تعالوا نختم بقى بالمثال ده. عايز اقول هو بيسوق عربيته او سيارته بنفسه، هو يعني هي ده ضمير فاعل عادي. طيب بيسوق عربيته يبقى دي ضمير ملكية، فين ضمير الملكية اللي قصاد هي؟ his، يبقى his car يعني عربيته او سيارته. طيب ضمير المنعكس اللي هو بنفسه اهو، يبقى himself. يبقى الجملة دي لوحدها فيها تلات ضمائر، ضمير فاعل عادي اللي هو هي، عايز اقول بيسوق، بيسوق السيارة او يقود السيارة يعني drives، سيارته او عربيته his car، هنا بقى بقت ضمير ملكية his car يعني سيارته، بنفسه اللي هي himself. يبقى انا عندي هنا ثلاث ضمائر، هي ده ضمير فعل عادي، وهيز ده ضمير ملكية، وهيم سيلف ده ضمير منعكس، اهو هكتبها لك، ده ضمير فعل وده ضمير ملكية، وده كده ضمير منعكس. طيب تعالوا بقى نراجع بسرعة اللي احنا عملناه. انا لميت لك الليلة كلها في جدول واحد اهو، دي كده كل الضمائر اللي في الانجليش كله، ضمير الفاعل، ضمير المفعول، ضمير الملكية، ضمير المنعكس. ضمير الفاعل دي بتعبر عن الشخص او الشيء اللي عمل الفعل، وضمير المفعول ده الشخص او الشيء اللي اتعامل فيه الفعل، ضمير الملكية بتعبر عن الشخص او الشيء اللي بيمتلك حاجة معينة، وضمير المنعكس دي بتعبر عن الشخص او الشيء اللي عمل حاجة في نفسه. حروف الجر prepositions، ودي بنستخدمها عشان نعبر بيها عن المكان او الوقت، ولها استخدامات تانية كتير. حروف الجر كتير جدا، وهنكتفي النهاردة بدراسة اشهرها. في حروف جر بتعبر عن المكان زي ان بمعنى فيه، لو انا عندي مثلا صندوق زي ده وحطيت جواه حاجة، فالحاجة دي تبقى in the box يعني جوه الصندوق، ولو حطيتها فوقها هنا بقت on، ولو حطيتها قدامها اهي on، ولو حطيتها قدامها تبقى in front of، in front of يعني امام. لما تقول ان الشيء ده in front of the box يعني قدام البوكس. طب عكسها بقى خلف، تبقى behind يعني خلف الصندوق. اهو ممكن نرسمهم كده ايه سوا، ادي صندوق، لو حطيت حاجة جوه الصندوق تبقى الحاجة دي in the box، لو حطيتها فوق الصندوق تبقى on the box، ولو حطيتها بقى تحت الصندوق هتبقى under the box. يعني نزودها لكم هنا under، ولو قدام الصندوق هتبقى in front of، ولو ورا الصندوق هتبقى behind the box، behind. دول كده اشهر حروف الجر اللي بتعبر عن المكان، مش كلهم ولكن اشهرهم. في بقى حروف جر بتعبر عن الوقت، واشهرهم in وon وat، والتلاتة يعني معناهم فيه. at بتستخدم مع الساعات، يعني بقول مثلا at 7 am يعني في السابعة صباحا، فانا ممكن اقول مثال مثلا I'll meet you at 7 am يعني انا هقابلك الساعة 7 الصبح. on بتستخدم مع الايام، يعني ممكن اقول on Friday، يعني مثلا انا هخرج on Friday او هروح المكان الفلاني on Friday. إن بتستخدم مع الشهور والسنين، يعني بقول إن أكتوبر مثلا،
انا كتبها غلط، هي ان اكتوبر يعني في شهر اكتوبر. في بقى حروف جر تانية زي مثلا باي بمعنى بواسطة، زي مثلا باي باس، انا بروح الشغل مثلا باي باس يعني بواسطة الاتوبيس. ممكن فروم يعني من، ويز يعني مع، ويز يو مثلا يعني معاك، اباوت يعني عن. حروف العطف conjunctions، ودي بنستخدمها لربط الجمل، وأشهرها and بمعنى و، but لكن، because يعني بسبب، so شبهها لذلك، و or أو. دول كده أشهر حاجات في الربط ما بين الجمل. يعني إيه؟ يعني مثلا لما أحب أقول أنا عايز آكل كذا وكذا، يبقى أنا هستخدم إيه؟ and اللي هي و. هقول مثلا I'd like to drink أو to eat cookie and drink tea. يبقى أنا عايز آكل كوكيز وأشرب شاي. لو تلاحظ إن هنا جملتين، جملة إن أنت عايز تقيت كوكيز، الجملة هي فيها فعل eat يعني يأكل، وكوكيز اللي هي الكوكيز، ودرينك يعني يشرب. يبقى انا عندي جملتين كل جملة فيها فعل، ادي جملة وادي جملة، فانا عايز اربط ما بينهم. تمام، ربطت بينهم بحرف عطف اللي هو حرف الواء and. طيب ناخد مثال تاني، مثلا the trip يعني الرحلة is cancelled يعني اتلغت. عايز اقول بقى اتلغت بسبب كذا، انا في دول كلمة بسبب because، يبقى هقول because مثلا because it's rainy today يعني الجو ممطر فلغوا الرحلة. يبقى انا عندي هنا برضو جملتين، ان الجملة الاولى هي ان trip is cancelled، cancel يعني يلغي او اتلغى بقى، is cancelled يعني اتلغى، والجملة التانية ان الجو rainy today يعني الجو ممطر. فانا عايز اربط ما بينهم، عايز اقول بسبب كذا، ما بسبب because. so برضو شبه because بس العكس، يعني هقول it's rainy today يعني هي بتمطر النهاردة، so the trip is cancelled، ولذلك كنسلنا الرحلة او لغينا الرحلة. طيب but يعني ولكن، ممكن نقول ان it's rainy today ان الرحلة انها ممطرة النهاردة، ولكن ما لغيناش الرحلة، but the trip is not cancelled. طيب or يعني او، فانا لو جيت خدت اول جملة بدل ما اقول I like to eat cookies and drink tea يعني انا عايز اكل كوكيز واشرب شاي، ممكن اقول انا عايز اكل كوكيز او اشرب شاي. يبقى انا هحط بدل and هحط or، يبقى انا معناها ايه؟ بختار ما بين حاجتين، لكن اند اللي هو انا عايز الحاجتين. طيب ممكن نقول ايه تاني، مثلا do you like tea or cafe، يبقى انت عايز شاي ولا قهوة. دول كده اشهر حروف عطف عندنا. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها عن الافعال بتصريفاتها كلها بالازمنة كلها، كل دول في فيديو واحد. وبكده احنا هنبقى جمعنا الجزء الكبير قوي من القواعد اللغة الإنجليزية، وبقينا عندنا عارفين أجزاء الكلام، وبقينا بنعرف نكون جمل كاملة. فإن شاء الله المرة اللي بعدها بقى اللي هي المحاضرة اللي بعد الجاية هنبدأ بقى نكون جمل كده على بعضها، ونتعلم جمل ونبدأ نجهز نفسنا لكورس المحادثات.